يد إسرائيل تغتال الخصوم وتنتهك سيادة الدول، فاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ليس بالأمر الجديد على تاريخ دولة الاحتلال الحافل بعمليات اغتيال. منذ 76 عاماً نفذت إسرائيل خلالها أكثر من 2700 حادثة اغتيال، لكن هل اغتيالاتها غيرت مجرى التاريخ في شيء؟ على الإطلاق، فكل شخص اغتالته إسرائيل عين آخر مكانه، واستمرت الفصائل الفلسطينية وبشكل أقوى. الموساد الذي يعمل خارج إسرائيل هو المسؤول عن هذه السياسة ويتبع لمسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة، ولا يقوم بأي عملية اغتيال دون الحصول على مصادقة منه، وغالباً لا تعلن إسرائيل بشكل صريح مسؤوليتها عن معظم عمليات الاغتيال التي طالت قادة فلسطينيين وعرب، حيث اغتالت خليل الوزير أبو جهاد ثاني أرفع شخصية قيادية في حركة فتح في العاصمة التونسية عام 88. أما في عام 95 وفي مالطا اغتالت إسرائيل فتح الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي، وفي عام 96 اغتيل يحيى عياش أحد قادة كتائب القسام ومهندس العبوات الناسفة. لكن إسرائيل اضطرت للاعتراف بمسؤوليتها عن اغتيالات ومحاولات اغتيال فاشلة، منها محاولة اغتيال القيادي في حركة فتح علي حسن سلامة في النرويج عام 73، ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الأردن عام 97، واغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في الإمارات عام 2010.